السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدرت وزارة الصحة مبادرة توظيف 2000 ممرض. سوف نتعرف على شروطها على الشكل التالي. إذا أول شيء، كما تعرفون العدد هو 2000 ممرض في عدة تخصصات. بالنسبة لمراكز المبادرة فهي كالتالي: الرشيدية، وجدة، فاس، تطوان، الدار البيضاء، بني ملال، إدة وتنان، قلميم، العيون، والذهب. عدد المناصب كما قلنا هو 2000، مخصص 25 فيها لمكفولي الأمة وعلى المقاومين، و7% منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. بالنسبة لشروط الترشيح، فالسن حدد في 18 على الأقل و45 سنة على الأكثر، والحصول على دبلوم إجازة المسلم من قبل المعاهد التمريضية وتقنية الصحة، أو دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها. بالنسبة لطريقة الترشيح، أول شيء هو التسجيل في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، ثم بعد ذلك يتم طبع المعلومات المعبأة ويرفقها في ملف الترشيح. بالنسبة لملف الترشيح، يتكون من المطبوع الذي تم ملؤه في موقع وزارة الصحة، ثم طلب خطي يبين فيه المترشح التخصص والمركز اللذان تم اختيارهما لاجتياز المباراة، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم في التخصص المطلوب. ثم بالنسبة للمترشحين المتوفين على دبلومات غير مسلمة من طرف المعاهد العليا، يجب أن يتقدموا بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم في التخصص، نسخة من شهادة البكالوريا مصدق عليها، نسخة من البطاقة الوطنية مصدق عليها. الشهادة تجي في لوائح الأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. ثم يجب أن تسلم هذا الملف إلى المديرية الجهوية للصحة بالمراكز المذكورة أعلاه، يعني المركز اللي بغيت ندفع ليه أنايا، في أجل أقصى 18 شتنبر 2019. بالنسبة لاختبارات، فهناك اختبار كتابي يتضمن أسئلة متعددة الاختيارات حول الصحة العامة، مدته ساعتان، المعامل 2. اختبار تطبيقي يتضمن أسئلة مباشرة وأسئلة متعددة الاختيارات مرتبطة بالتخصصات المطلوبة، مدته ساعتان ومعامله 3. بالنسبة للتخصصات المطلوبة فهي كما تلاحظون على الشكل التالي: هناك إطار الممرضين، إطار تقني الصحة، وإطار المروضين. مجموع المناصب هو 2000 منصب. إذا نتمنى التوفيق للجميع، ولا تبخلوا علينا بأسئلتكم، وشكرا جزيلا لكم.